اطلع بره يا ماهر، انت اكتر واحد عارف ان انا وانت ما ينفعش نبقى لوحدنا. هما كلمتين عزة، اقولهم واخد الباب في ايدي وامشي على طول. وبعدين انت خايفه من ايه؟ بترمي عليك واخدك بالعافيه؟ ما انت عارفاني عمري ما باخد حاجه الا بالحب. انا كمان ما رميتش نفسي عليك يا ماهر، وانت عارف كويس اول حكايه كانت دايره ازاي. يعني كله كان بالحب، واللي كان داير عندك كان داير عند اكتر منه. لزومه ايه بقى البصه اللي انت بتبصها لي دي؟ كأني كنت جابرك على حاجه انت مش عايزاها. لزومه ايه البخ في ودن ورد عمال على بطال؟ انا لو منك اسكت خالص، اخفى على الخبر مجور، وزي ما نسيتك انسيني. ولو قلنا شك انك هتعرف تنسيني. انا اصعب حاجه عملتها في حياتي ولسه بعملها لحد دلوقتي اني بحاول انسى اني خنت اختي وصاحبتي واقرب واحده ليا في الدنيا كلها، وانت اكتر واحد عارف ده يا مان. ورده دي مراتي، يعني لا تحبها اكتر ما بحبها ولا ترعاها اكتر ما برعيها. اه كنت غلطان، بس كنت مبسوط، وانا ما انساش انبساطي ده ابدا. انت عارف اني كنت في ظروف زي الزفت، لا عارفه كنت بنيل ايه ولا بعمل ايه ولا بحبب ايه اصلا. ما ده عيبه بقى نجم، عايزه تلبسها لي كلها، مع ان زي ما انا جيت لك انت جيتي. مساء الفل يا زوز. مساء النور. ايه ده انت هنا؟ كنت فين يا بنت كل ده؟ قلقتيني عليكي. ما انا بعت لك رساله على تليفونك بس كان مقفول. وكان مقفول كنت بشحن بقى. لسه شايف الرساله، قلت اشحن شويه بس واكلمك على طول. مالك يا عزه في ايه؟ انت كويسه؟ مفيش يا حبيبتي. انا بس اتخضيت عليكي شويه، ما تبقيش تقلقين عليكي بعد كده. بقول لك ايه، كانت هتموت عليكي. قلت كل شهر دي راحت دار السلام والحاج مختار الجزار ابويا مسك فيها ولا حاجه. ليه هو انا عبيط عطب دار السلام دلوقتي برضه؟ طب زي ما امك مش قلت لك كده؟ برضه ما تضحكش عليا في الحاجات دي. بركه حبيبتي ان احنا اطمنا عليكي وان انت بخير. انا هدخل ارتاح شويه. طب استني اما اعمل لك عشاء. اصبري كده اغير هدومي بس واعمل لك لقمه تاكليها. لا برهان انت، انا ماليش نفس، انا عايز ارتاح. تصبحوا على خير. مالها عزه يا ماهر، انت زعلتها في حاجه؟ ده في كانت من بيت اهلي، ما اعرفش ليه قبلك بدقيقه. بس جيت لقيت وشها عامل كده، تقريبا شامل المقلم لها ولا حاجه. طب امسك ما تخش افهم مالها. استني يا بنت عزتي وبتاعتي، قولي لي عملت ايه مع حياتي؟ بقول لك هشوفها مالها الاول يا ماهر.